عبد الرحمن سالم حسن علي من اليمن، أصيب بتليف في الكبد. مرينا على عدة استشارات في اليمن، دكاترة أخصائي كبد، وأشاروا علينا بأنه محتاج إلى زراعة كبد، وقالوا أن الدولة المفضلة في زراعة الكبد هي الهند. وبعد ذلك تواصلنا مع الأخ محمد شفيق حفظه الله، وهو من الشخصيات البارزة والطيبة، وكان في استقبالنا في مطار دلهي، ونشكره على حسن السيرة والسلوك وأخلاق راقية وعلى مستوى في استقبالنا ومعاملتنا، فله منا جزيل الشكر. وكذلك نتقدم بالشكر الجزيل للدكتور الألواني، فهو دكتور بارع في مجال الكبد وأخلاق راقية وعالية جدا. وكذلك نتقدم بالشكر لكل الطاقم في هذا المجال والمستشفى ومستشفى منيبال، كذلك مستشفى راقي ونظيف وخدمات عالية ورعاية صحية بكل ما تعنيه الكلمة، فلكم منا جزيل الشكر والتقدير. Mr. Abdul Rahman was suffering from autoimmune cirrhosis and he was almost having all type of decompensation which is mentioned in the literature. He had GI bleed, he had hepatic encephalopathy, he was having a lot of ascites, and he had multiple episodes of SVP. And when he came, he was actually on wheelchair, he was very sick, he underwent transplant and his brother was donor. And now after 1 month of transplant, he has recovered very well and now he is going back to his own in